أهم شيء الله يبارك بعمرك. الحمد لله على كل حال. المباراة هذه يعني ما كان هذا طموحنا، طموحنا أحسن من كذي. يمكن كان عندنا أخطاء دفاعية. الأوفنسي يعني توفيق من رب العالمين، إحنا نتمرن. الحمد لله يعني سجلت أغلب التسديدات الثلاثية من برا، فهذا اللي الحمد لله خلاني أجيب سكور حلو. يعني الشباب بعدهم كانوا يدوروني على الثري لما شافون إن أنا يعني ما شوي جاي وقاعد أحط سكور. أنتوني كير، محاولة من محمد عدنان ويحط له نقطتين. دخ أحمد جون، محاولة تصويبة ثلاثية وينجح فيها اللاعب حمد عدنان، مصوب لاعب فريق المنامة السابق وفريق نادي النجمة في الموسم السابق، ومحاولة بثلاثية من هذا اللاعب، إضاعة كثير من الكرات. شوف 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 ثلاثية سهلة للاعب رقم خمسة حمد عدنان، وهو اللاعب أنتوني كير. وطبعا شوف عدنان الكرات السهلة اللي تضيع على فريق نادي المحرق من خلال تصويبة ثلاثية من هذا اللاعب. الله عليك يا عدنان، ثلاثية. شوف 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 حمد، شوف حمد، ثلاثية من حمد، يا سلام عليك. ثلاثيتين متتاليتين لهذا اللاعب إلى محمد عدنان. محاولة محمد عدنان الدخول والتصويبة من اللاعب جوليوس، ومحاولة. شوف 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 أنتوني، محاولة ثلاثية محمد عدنان، تمريرة الشمري، الشمري إلى محمد. أوه جت.